شاء وبوجود من ازداد كل الفخر. استاذ احمد علي حسن شقيق فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، هي ما سلمش عليا يمكن وجهي ولا صورتي عنده شيء ماهوش حسن. حد موسى المسلمي ونبي الشيخ محمد والشيخ احمد صلاح شاكرين لحضراتكم. فضيلة الشيخ احمد الشحات ناشيد، فضيلة الشيخ محمود علي عسل، وكل من شرفنا من اهل القران سيدنا الشيخ السيد راشد وابنائه. نشكر لحضراتكم اهل القران. والان مع الصوت الكروان شيخنا حظه من الاسماء ممدوح، وحظه من الخلق ممدوح، واذا ما تلا فالمسك من كيه يبوح، واذا ما تحدث فبأدائه تجد الأداء بوضوح، وحينما ينتهي من التلاوة تجد المستمع على قلب مشروع. فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد رحمتك يا رب. قولي قولي كبير. يا صور يا مصطفى حبيبك.
بتحبه انا عارف طبعا. امال ايه؟ بسم الله فإنما يتزكى.
وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا Oh!
وحدو صوت سعدي وزاج وقارئ ماهر وشاش امتعنا بما تيسر من سورة فاطر فضيلة القارئ الماهر الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ رجاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بقرية رية رجلة مركز الثقافي.